التجارب المتعدده اللي حضرتها في حياتي، معرض الشارقه يعني اهميته تكمن في كونه المعلم الرئيسي في منطقه الخليج. وفي منطقة الخليج، وهو معرض مهم جدا للهواة في منطقة الخليج، والحضور فيه مكثف كثير، والمشاركات مكثفة يعني من كثير من الدول. المشاركات عبارة عن نوعين، النوع الأول وهي الدراسات اللي تشوفها على اللي شفتها قبل كده انت عندنا هنا، الدراسات اللي قدموها الهواة للمعرض لتعرض ولتقيم ولتمنح الجوائز والدرجات المطلوبة والمناسبة لهذه الدراسات. وأبشرك عندنا يعني فائزين جيدين وتقدموا بمجموعة من الدراسات وتم عرضها في المعرض. والمعرض يعني عادة تحضر 10 إلى 15 دولة، المرة هذه كان في 20 دولة، سواء كان في جزئية لوحات العرض والدراسات أو في جزئية البوتات حقت الإدارات البريد وتجار البريد. ويعني بكل ثقة أستطيع أن أقول أن لا يوجد في منطقة الخليج، إلى أن تكتمل الإجراءات التي تحدثت عليها بالنسبة لجمعيتنا، لا يوجد في منطقة الخليج أي معرض يشمل هالنوعين من النشاطات. تعال يا دكتور نادر، حياك الله. السلام.